على أنغام أيوب الثورية، يحتفي خليل بالذكرى 13 لثورة فبراير الشبابية وبطريقته الخاصة في محله بمدينة قعطبة في محافظة الضالع. فالثورة بالنسبة له منجز تاريخي يجب الاحتفاء به وتخليد مجد ثائرها، مؤكدا مواصلة نضاله في سبيل الحرية والكرامة والدولة المدنية المنشودة التي خرج من أجلها مع رفقائه، رغم حرف مسار ثورتهم من خلال محاولة إخماد وهجها بإدخال البلاد في أتون الحرب والفوضى. 11 فبراير هي ثورة المجد والحرية، سنظل نحتفل في هذه الثورة ما حيينا. ثورة 11 فبراير هي رمز الحرية والكرامة. ثورة 11 فبراير هي الثورة الخالدة التي سيمجدها التاريخ، فهي ثورة لا بها أي التباس أو انتماء حزبي، فهي ثورة كل المواطنين الأحرار الذين خرجوا من عقاهية النظام السابق. كانت الضالع كغيرها من المحافظات اليمنية المطالبة بالتغيير، وظلت شوارع قعطبة ومريس ودمت تعج بالشباب السلميين عبر ثورة ناصعة نقية خلاقة تطالب بتحقيق العدالة ونيل الحقوق ودولة حديثة. حلم صار بين أمل الثورة وألم الواقع الذي وضع في طريقها بهدف إيقاف خطواتها نحو المستقبل الذي صاغ بوصلته تضحيات الشهداء والجرحى والمختطفين. ثورتنا ثورة آبية. ستظل 11 فبراير أيقونة ورمزا للنضال في اليمن، وفي الذكرى 11 فبراير نعاهد الشهداء ونعاهد من سقطوا في جمعة الكرامة ومن استشهدوا أننا على دربهم سائرون، ولن نسمح بالالتفاف عليها وعلى أهدافها، فقد كانت أيقونة ورمز وأمل للشعب اليمني كامل. أسقطت فبراير نظام حكم الفرد وأنجزت عبر العملية السياسية رؤية الدولة الجديدة المتمثلة بوثيقة الحوار الوطني الشامل، لكن انقلاب الحوثيين أجهض كل الجهود الرامية إلى استقرار الأوضاع وبناء اليمن الجديد في العام 2014، وأدى بتواطؤ دولي إلى إفشال كل الجهود لأجل وقف حرب الميليشيا وإنهاء الانقلاب، غير أن الشباب اليوم وبعد 9 سنوات من الحرب لا يزالوا يتعهدون بمواصلة كفاحهم ضد ميليشيا الحوثية لاستعادة الدولة والخروج بالبلاد إلى بر الأمان.